صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو سلطان الأولياء وأمير العلماء، هو الصديق المحبوب، صاحب الأحوال والمقامات والأذكار والدعوات، هكا كتب المؤرخين على أبو الحسن الشاذلي، والمعروف عند التوانسة سيدي بالحسن. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب وعلى آل وصحبه محمد ما بدا بدر وضاء. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب وعلى آل وصحبه محمد ما بدا بدر وضاء. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد وعلى آل وصحبه محمد وعلى آل وصحبه محمد. تولد سيدي بالحسن عام 571 هجري ببلدة الغمارة، وهي قرية تقع في شمال المغرب الأقصى، ثم انتقل إلى تونس، وكان هذا في عهد أمير المؤمنين أبي زكريا يحيى الحفصي، واللي أسس الدولة الحفصية في تونس. وكان سيدي بالحسن من تلامذة أبي محمد عبد السلام بن مشيش في المغرب، واللي كان ليه التأثير الكبير على سيدي بالحسن في حياته العلمية والصوفية. رحل سيدي بالحسن لمصر وسكن بالإسكندرية، وتزوج وأنجب 3 أولاد وبنت: شهاب الدين أحمد، وأبو الحسن علي، أبو عبد الله محمد وزينب. وانتشرت طريقته في مصر، وبدأ من أهم الأقطاب الصوفية، وتوفى سيدي بالحسن وهو في طريقه لبيت الله الحرام سنة 656 هجري. يا أيتها النفس المطمئنة ويقع مقام سيدي بالحسن في جبل الجلاز جنوب مدينة تونس، وقع ترميمه في نهاية القرن 19 من طرف الوزير الأول مصطفى خزندار. ومن أعلى الجبل يمتد بيك البصر المنظر رائع جدا، يشمل مدينة تونس وسيدي بوسعيد وقرطاج وحاق الواد ورادس. وكان المقام بيت للصلاة مشهور بالفضل واستجابة الدعاء فيه. يوم ميلاد الحبيب وعيد الفجر الرحيم، فرحة الروض الكئيب كم فؤادي فيه طاب. يوم ميلاد الحبيب وعيد الفجر الرحيم، فرحة الروض الكئيب كم فؤادي. وبعد ما فينا جولتنا في مقام سيدي بالحسن، علمنا من حارس المقام أنه ضروري زيارة المغارة الشاذلية، على خاطر سيدي بالحسن قال أنه كل واحد يزور المقام وما يزورش المغارة لا تقبل زيارته. هذاك علاش وصلنا جولتنا ودخلنا مغارة سيدي بالحسن، واللي تتم فيها تلاوة القرآن الكريم وسرد أحزاب الشيخ وذكر الله العظيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والابتهال لله والتوسل بالشيخ الشاذلي وأصحابه، خاصة في مناسبة ختم القرآن الكريم في شهر رمضان المعظم، وأيضا بقية المواسم والأعياد، وأيضا أيام الجمعة، وتم تلاوة سورة من القرآن الكريم من صلاة المغرب لصلاة العشاء، وقراءة حوالي 6 أحزاب كل مرة، وتطلع 4 أحزاب في آخر ليلة وهي ليلة ختم القرآن، ويختم بدعاء الإمام محمد ابن عرفة، ويتسمى الدعاء هذا بوظيفة ابن عرفة. أما نهار السبت وبالتحديد بعد صلاة الصبح تتم قراءة المسبعات، وهي من أوراد الشيخ بالحسن. الله على محمد وعلى آل وصحبه محمد وعلى آل وصحبه محمد. صلى الله على محمد. ولأهالي تونس اعتناء كبير ورغبة أكبر في زيارة مقام سيدي بالحسن، ولحد يومنا هذا مازال العمل متواصل في المقام
والمغارة سواء كان شتاء ولا صيف من كل أسبوع، وتنتشر البركة في سماء تونس بتلاوة ذكر الله تعالى، وتنتعش القلوب بقراءة الأحزاب الشاذلية. يا بالأحسن يا يا شاذني يا يا بالأحسن يا شاذني يا بابا لي حملي كاتي يا يا بالأحسن يا شاذني يا بالأحسن يا يا شاذني يا يا بالأحسن يا شاذني يا بابا لي حملي كاتي يا بالأحسن ساكن المقارة وتشيك جميع الضيكات